مرحبا بحضراتكم في اولى بقى فقراتنا الحواريه، وكلنا وهنا في بدايه الحلقه النهارده انا وكريمنا. هيكون معانا يعني فنان وفي نفس الوقت رياضي، وفي نفس الوقت هو ابدع جدا كمان في رمضان اللي فات في تحديدا مسلسل الاختيار 2، وبجد من الشخصيات المصريه والفنانين المصريين اللي هيكون ليهم بجد يعني ان شاء الله مستقبل محترم جدا في هذا المجال. خلينا نرحب ب يعني معلش، هو كمان كان حارس مرمى فريق اليد بنادي هليوبلس لمده 12 سنه. خلينا نرحب بالفنان المصري معتز حسين. يا صباح الخير. صباح الفل. انا هو عامل ايه؟ منور الدنيا معتز، ربنا يخليك، ومنور الدنيا في رمضان اللي فات. وبسم الله ما شاء الله شغل جميل في عمل ملحمي محترم، كل مصر والدول العربيه كلها كانت بتتابعه، واكيد دي كانت من ضمن عناصر الجذب اكيد بالنسبه لك لما اتعرض عليك الدور. عايزين نعرف منك ملابسات الترشيح واستعداداتك للشخصيه كانت عامله ازاي. انا اترشحت على طريق مسلسل الاختيار عن طريق دور كنت عامله في مسلسل اسمه جمال الحريم. كنت عامل شاب كفيف، حاجه ملهاش علاقه بانه يبقى ظابط دقن طويله شعر طويل. فالحمد لله اترشحت، كان في الكاستنج دايركتور استاذ ابراهيم فرج جه بص علينا وترشحت للدور. طبعا لما عرفت ان في مسلسل اختار 2 بتعمل، انت بتوافق على طول بدون اي تفكير في اي حاجه، زي ما حضرتك قلت ده عمل وطني الوطن العربي كله هتفرج عليه مش مصر. صحيح. واللي كان احلى من كده برضو في عرض المسلسل، المسلسل كان مترجم بالانجلش. طبعا فده برضو في ناس اكسبوجر كبير جدا، ناس تانية تقدر تشوف برضو في الوطن العربي والدول التانيه ايه اللي بيحصل مع تقدير الترجمه. طبعا بس فالحمد لله استعديت طبعا للدور، وكان الدور الحمد لله مساحته كبيره. فطبعا كان الواحد هو بيعمل كل مشهد او كل حاجه بيبقى عبء عليه، لان انت بتعمل عمل وطني طبعاً. تقيل طبعاً. مش عمل درامي في ثلاثي الفئه في المجتمع يعني محترمه جدا كمان، وشخصيه حقيقيه ورجال الشرطه الفتره اللي فاتت ايه اللي حصل معاهم. فانت الحمد لله يعني جميل، مبروك، الله يبارك. وعقبال اللي جاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بص احنا ابتدينا كده خطفناك على طول على الاختيار لان كان لازم نبدا بيه، بس عايزين نعرف اكتر ونعرف جمهور برضو الاهلي معتز حسين. فاحكي لنا في البدايه، انت اصلا دارس تمثيل ولا لا؟ خلينا نعرف الاول عنك. لا انا خريج مودرن اكاديمي مانجمنت انفورميشن سيستم. بعد ما خلصت الجامعه ابتديت اخد ورك شوب للتمثيل بقى. كنت عايز اخش في الاول طبعا معهد فنون مسرحيه او معهد السينما، وانت حضرتك عارف بقى الاهالي بيرفضوا لا مذاكرتك دراستك دي حاجه سمعناها. قال لك طب لو مصر قوي على الاقل مش لازم تدرس اكاديميا تمثيل، بالظبط خد شهاده عاديه واعمل اللي انت عايزه بالظبط دروسك ومستقبلك. فخلينا خدنا الاربع سنين تاخد بقى الورك شوبس بعد كده من اول 2008 لحد اخر ورشه واخدها في 2019 ورشه النقابه. يعني على مدار اكتر من 11 سنه كل سنه باخد ورشه او ورشتين، ورشه او ورشتين عشان اقدر اخد افكار من الاساتذه والدكاتره اللي بتديني وانمي نفسي برضه. يعني انت يا معتز مش فكره حابب التمثيل وخلاص عايز الشهره، لا انت عايز تدرس. يعني انت ابتديت من الدراسه. في على فكره مش كل الناس بتبقى عايزه تمثل بتروح وتدرس، يعني في ناس بتاخد الطريق السهل. ولو راحت مش بالضروره تقعد 11 سنه بتدرس يعني. بالظبط. لا انا كنت عايز انمي معلومات عندي، عايز ابقى اوير اكتر بالموضوع، مش حكايه ورشه او اتنين وخلاص واعتمد على ومش دور على تحصل عليه لا لا او ناس تواجهني. لا انا كنت عايز على مدار 11 سنه دول اعرف انا عايز ايه، عايز اوصل لفين. كل ورشه باخدها مختلفه عن التانيه، كل دكتور او كل استاذ او كل حد ادانا معلومه تختلف عن التاني في كل حاجه. فصبرت لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني، وكل مدرسه باخدها بتعلم منها. بس طبعا كويس، واضح جدا من كلامك ان انت استفدت يعني اقصى استفاده من الورش دي، لان مش كل الناس بتستفيد منها على فكره. هي على حسب برضو انت واخد الورشه دي فين ومع مين بالظبط، والمحتوى بتاعها ايه بالظبط. زي ما حضرتك قلت انا اخدت مع اساتذه، عشان مش عايز انسى بس الاسامي، اساتذه تقال جدا يعني في دكاتره واساتذه وممثلين كبار جدا انا اخدت معاهم ورش. فدي طبعا انت بتاخد الخبرات بتاعته تقدر انت تبني عليها بقى في كل دور بيجي لك او في التعامل مع الناس او في حياتك حتى المهنيه بره. دي بتفيدك برضه، اصل الورشه مش كلها بتبقى حاجات عباره عن تمثيل بس. طبعا في نفس وفي حركه جسم نفسيا وبدنيا وكل حاجه. طبعا صحيح. طب لا انا بس لا يا كريم دي والله انا بس عشان الصوره دي طبعا مسلسل الاختيار برضه ليه كواليس. يعني احكي لنا بقى انتوا كنتوا بتصوروا الساعه كام وازاي كنتوا بتخش في الدور؟ يعني عارف يا كريم برضه انت عشان مثلت، انا ما مثلتش، فانتوا اكيد عشان يعني تخشوا جوه الدور بيبقى في استعدادات، فخلينا برضه نعرف ازاي. والله هقول لك على حاجه، احنا بس كنا مجرد نلبس البدله زي العسكري بتاع الشرطه. انت بص بتحس بمسؤوليه فظيعه، انت مش داخل تقول كلمتين، لا انت فعلا ضابط وبتبقى قائد كتيبه وبتتعامل مع الناس كلها ان انت ضابط، فبتبقى في حمل على كتافك وعلى روحك جامد قوي. الاستعدادات طبعا بقى ان احنا وقت المعسكر وقت الحاجات دي معانا ضباط كانوا حقيقيين طبعا هم بيوجهونا.
لان زي ما قلت لحضرتك احنا مش حاجه دراميه، انت حاجه طبعا حقيقيه. طبعا ضرب النار والنزول والخروج والاشتباكات الحاجات دي كلها طبعا تدريبات. يعني ممكن نعمل بروف على مشهد ضرب نار او اقتحام او حاجه فوق العشر مرات، لازم يعني تطلع صح. يعني اجهاد فظيع ومتعه فظيعه في ميكس كده وانت بتعمل العمل ده. اجهاد بدني وذهني طبعا. يعني الله يكون في عون بجد فعلا رجاله الشرطه والجيش اللي هم حياتهم طول النهار كده. الجاي ايه بقى ان شاء الله؟ بتستعد ايه الفتره الجايه؟ والله بص، هو في كلام اتقال الفتره دي على كام حاجه بس لسه فيش حاجه رسمي. يعني في ناس بتكلم انت فاضي الفتره الجايه؟ طب داخل عمل؟ لا طب احنا ان شاء الله مرشحينك لحاجه. فيعني بس حاجه رسمي امضيها؟ لا لسه. ربنا يصلح الاحوال وتمضي قريب ان شاء الله باذن الله. البرنامج ده وشه حلو على ضيوفه. انا بقولها لك بجد والله، بيبقى معانا يعني رياضيين وغيره، بعد كده بعد كام شهر يرجعوا لنا ببطولات، فيعني ان شاء الله يبقى البرنامج وشه حلو عليك. نروح بقى شويه للاهلي، وانت النهارده جاي بتيشيرت حمراء. ايوه ومعتز يعني لما كنا بنتكلم قبل الهوا هو اهلاوي جدا، وانت بتحب تحضر كنت زمان الماتشات فبرضه ادينا كده شويه عن القصه دي. يعني طبعا اصحابي القريبين مني عارفين ان انا اهلاوي بطريقه يعني ما فيش حد بيخش معايا في جدال فيها دي. انا اهلاوي جدا، مفيش ماتش في الاهلي كنت بفوته، يا في الاستاد استاد القاهره او استاد كلية الحربيه، او كنت بطلع المحافظات كمان. انا كنت بطلع المحافظات مع الاهلي بالاتوبيسات او بالعربيات، يعني مفيش ماتش اسيبه طبعا. لغايه بعد ما الدنيا الجمهور اتمنع انه يخش والحاجات دي، طبعا الواحد بقى بيتفرج من التلفزيون بس، ساعات بعرف اروح اتفرج على الماتشات برده في الاستاد تذكرتي والحاجات دي بنروح بس ما بقتش زي الاول. يعني انا زمان ماتش الاهلي لازم هو في برده بيقول لك وراك يا اهلي كعب داير. ايوه صح. فانا اسماعيليه، بورسعيد، اسوان، كل. وموقعك ايه بقى في المدرجات؟ ثالثه شمال ولا وضعك ايه؟ لا اقول لك بقى، انا ما اعرفش اتفرج على الماتش غير من الثالثه شمال ورا الجول. الله. يعني لازم مش بزاويه يمين ولا شمال، لازم ابقى قاعد كده شايف الكل بالطول. يعني انا كان ليا مكان والله العظيم معروف في استاد القاهره، حتى اصحابي او الناس اللي هناك لما بيقولوا لي باستمرار على طول الساعه اللي في الدرجه الثالثه. طبعا. تنزل تحتها خالص اول تراس تلاقي معتز قاعد. تلاقيني قاعد كده والله العظيم. انا بحب اشوف الاستاد كله. يعني ايام مانويل جوزيه ما فيش ماتش فوته على مدار السنين بتاعته كلها. كان زمن حلو طبعا. احنا كنا. طب وبقينا ايه؟ رؤيتك ايه اللي حاصل بالمناسبه بما ان انت اهلاوي للدرجه دي ومتابع جيد لكل الماتشات؟ شايف مثلا مشاركه الاهلي في دوري ابطال افريقيا مبدئيا عامل ازاي؟ بصراحه يعني انا عجبني فكر موسيماني جدا. يعني في ناس بتنتقده كتير جدا انا شايف ان الراجل اولا مضغوط ضغط رهيب في التحام الماتشات، يمكن الاهلي ما خدش راحه اصلا. احنا خلصنا افريقيا في دوري في كاس عالم انديه، رجعنا في في بطوله الانديه. هي اطول راحه خدناها الفتره اللي فاتت يعني. بالظبط، في سوبر افريقي في سفر، واصلين الحمد لله سيمي فاينل دلوقتي، والحمد لله عدينا شوط، فاضل شوط تاني في القاهره يوم الجمعه او السبت اعتقد يوم السبت ان شاء الله. فلا فانا يعني هم كتر خير اللعيبه وكتر خير يعني موسيماني، هم الناس ما بترتاحش. بقيت فرق الدوري بتلعب ماتش كل اسبوع، في ناس مريحه. طبعا. فاحنا انت سفر كمان، السفر ده اجهاد. صحيح صحيح. فلا انا الاهلي ده باين عليك اهو. انا بسافر معاهم، حتى سافرنا بره يعني، سافرت معاهم كتير بره مصر. هايل. رحت رادس ورحت الله حلو دبي. حلو. ورحت فين تاني؟ واحنا لينا في رادس حكايات. ايوه رادس حكايات. أيوة. رحت مره كويس ومره وحش، ف بعد اللي جاي كله كويس ان شاء الله. فانا ومن الصور انت كنا في صوره مع كابتن بيبو، احكي لنا برده لما قابلته اتكلمتوا في ايه يعني؟ احنا كنا في هو اصلا لطيف جدا على المستوى الشخصي والذوق يعني. كان نطلع من الاوتيل يتكلم مع الجماهير كلها ويتصور معانا، وانتوا خليكم مع الفرقه وعايزين صوتكم يبقى عالي في الاستاد وتشجيع. يعني انت بتتعامل مع كابتن محمود الخطيب، يعني حد انا الصوره دي بالنسبه لي شرف ان انا اصور مع كابتن بيبو وسط الزحمه والاجراءات الامنيه واحنا في تونس. فطبعا يعني لا يعني شابوه بصراحه يعني. فكره ان انت يعني للدرجات دي عندك شغف مع يعني مع فريق نادي الاهلي ومتابع جيد جدا ليه بالشكل ده، اكيد برضو بيبقى لك رؤيه في اللعب نفسه. ساعات بيبقى عندك تحفظات، بيبقى عندك ملاحظات. ملاحظاتك ايه على مشوار النادي الاهلي الافريقي برضو حتى اللحظه؟ الى جانب طبعا النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، فكره ان هم طبعا كتر خير الدنيا بالاجهاد اللي هم فيه، بس بشكل عام وانت كمان يعني ايه معاصر اجيال مختلفه من لعيبه النادي الاهلي. بالظبط كمان رايك. شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ انا شايف الاهلي اول ما بدا في المجموعات كان هو ده الاهلي اللي بنتفرج عليه. يعني اتغلبنا ماتش وتعادلنا، وانا قلت يعني ايه ما اعرفش هنعدي ولا لا. يعني كانت الملامح في الاول في المجموعات مش باين احنا هنصعد او لا. من ساعه ما صعدنا وقابلنا سان داونز لا ابتدى الامور تتغير بقى، ابتدى فعلا شكل الاهلي يبان دلوقتي. فلما اتفرجت على الماتشين واتفرجت على ماتش السوبر الافريقي اللي كسبناه،
في قطر. لا فعلا الاهلي ابتدى بقى لما بيخش على الجد الملامح بتاعته بتبان، شراسته بتبان قوي دلوقتي، لكن في الاول في المجموعات لا كانت الدنيا كانش حد بتالي راضي على الاداء خالص يعني، بس طلعوا معذورين. مين اكتر اللعيبه يا معتز لو في حد منهم صاحبك يعني، او مين اكتر اللعيبه اللي انت بتحس يعني ان هو فعلا اداؤه في مستوى يعني واحد ما بينزلش ويطلع يعني مستوى محترم جدا، مين اكتر لاعب انت بتشوفه؟ انا ماليش اصدقاء قوي يعني لعيبه في النادي الاهلي يعني، حد قريب مني واصحابه كده، لكن اللي بشوفهم دايما محافظ على ادائه يعني، محافظ على ادائه ايمن اشرف طبعا، ده يعني على طول هو حافظ على نفسه. محمد الشناوي صحيح، علي معلول قبل الاصابه، واللي انا كنت براهن عليه من اول الموسم والله وقلت لهم يا جماعه ده لو نزل ولعب ومش هياخد فرصته لازم ياخد فرصه، محمد شريف. انا كنت مراهن عليه اول موسم اول ما جه من يا جماعه ما شاء الله عليه يعني. طب تعالى نتكلم عنك انت بقى وعن مشوارك الرياضي و12 سنه هاند بول وحراسه مرمى نادي هليوبوليس، برضو اكيد فتره في حياتك ما تتنسيش يعني، شاركت في بطولات كتيره في المرحله دي، يعني ايه ابرز البطولات اللي شاركت فيها، ايه ابرز المراكز اللي حققتها مع الفريق؟ احنا في نادي هليوبوليس طبعا احنا عندنا كره اليد قويه جدا في النادي، وعندنا ابطال محترفين بره من نادي هليوبوليس وفي منتخب مصر، دايما بتلاقي فيه عناصر اساسيه في الفريق. احنا خدنا زمان رابع جمهوريه اوكي، ودي كان مركز قوي جدا وتكرمنا فيه. خدنا اول دوري المرتبط، كان بيبقى فيه الفيرست تيم والمرتبط، يعني مثلا لو هنيجي نلعب الاهلي الفيرست تيم، احنا الفرقه اللي اقل من 21 سنه او 20 سنه تلعب الاهلي اللي في سننا، فاحنا في الفتره دي خدنا اول مرتبط، فدي طبعا يعني انت كسبت انديه كبيره جدا وتقيله جدا طبعًا. فتكرمنا وخدنا فيها ميداليات. في برضو ناس طبعا انا احب اشكرهم، هم مرنوني على مدار ال 11 سنه دول او ال 12 سنه، في كابتن عمرو درويش الله يرحمه، في كابتن محمد الالفي وده علامه كبيره جدا في نادي هليوبوليس وفي منتخب مصر وفي النادي الاهلي كلاعب النادي الاهلي كابتن محمد الالفي. كابتن محسن عبد الرحمن ده كان برضو طول عمره لعيب في النادي الاهلي، هو مررنا في نادي هليوبوليس خدنا برضو معاه بطوله. كابتن علاء عبد اللطيف، الناس دي برضو يا كابتن علاء ده هو اكتر حد اتمرنا معاه قعدنا 5-6 سنين وخدنا بطولات معاه كتيره جدا، يعني نص مشوارك تقريبا مع الكابتن. كابتن علاء استلمنا فتره قعدنا بالظبط فيها 5-6 سنين، ولما طلعنا مرتبط وفيرست تيم كان اللي بيمرنا كابتن هشام ادري، فبرضو ده خدنا معاه اول مرتبط في اللي هو القسم اللي تحت 21 سنه او 20 سنه، فكل دي ناس طول واحد يرد لها. بس انا هجيب من الاخر يعني، مع احترامي طبعا كل الاسماء دي، بس النادي نادي هليوبوليس لما بيلاعب الاهلي ايوه بصراحه السكور بيبقى لمين؟ هقول لك على حاجه، اقول على حاجه يعني، بص هقول لك حاجه، طبعا نادي هليوبوليس معروف بس النادي الاهلي من الانديه القويه جدا برضه طبعا. بس احنا اخر سنتين او اخر 3 سنين هليوبوليس خد كاس مصر من الاهلي، وقبل كده قبل كده زمان كنا لا ما كان الاهلي بيكسبنا طبعا لا طبعا يعني الاهلي طول عمره قوي في الهاندبول وقوي في الرياضات لا وهليوبوليس يعني في اسامي كل نادي بيبقى فيه رياضه معينه قوي فيها، يمكن عشان كده انا بتكلم الهاندبول طبعا والووتر بولو برده، فبس الاهلي فعلا عشان انا بتكلم تحديدا عن الرياضه دي، هو بصراحه برده يعني عامل سكورز هايله وبطولات برده رانكينجز عاليه جدا. دي حقيقه يعني الاهلي طبعا في الهاندبول قوي، هليوبوليس برده عندنا احسن لعيب في العالم طالع من نادي هليوبوليس في كاس عالم الشباب ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا جدا. طب رايك ايه بقى في تنظيم مصر لبطوله العالم كره اليد؟ ودي طبعا كانت حاجة محترمة، كان حدث يعني مهم جدا وكان ليه انعكاسات كبيره قوي على دول العالم كلها من خلال طبعا الصحافه الرياضيه ووسائل التواصل الاجتماعي. تابعت؟ طب انا اتفرجت طبعا على كاس العالم وتابعت ماتش مصر والدنمارك اللي كلنا كنا يعني أيوة خلاص بقى أيوة ماتش فرهاد، مصر كلها سكتت اليوم ده والله العظيم، مصر كلها الشوارع بس لعبوا لعبه حلوه يا معلم، لعبه حلوه. الهاندبول يعني حظها دايما يعني بتفرق في كوره، تفرق في هجمه طبعا، ثانيه اصلا يعني في ثانيه ممكن الماتش يتقلب عليك. احنا عملنا بطوله تنظيميا هايله طبعا، دي حاجه ترجع للدوله والوزير الرياضه، حاجه لازم الناس تقدرها وتشوف الانجاز اللي احنا عملناه، بس كان ناقصه طبعا الجمهور يعني، يعني لو كانت الجماهير دخلت كان البطوله دي الناس بجد كان، بس عشان الكورونا وكده بس لا طبعا ده انجاز لمصر انها تعمل كاس عالم بالدول القويه دي في الوقت اللي كان فيه ازمه، استحدثت وقتها كمان مبدا وفكره الفقاعه الطبيه لان دول ثانيه نقلتها عندنا بعد كده، فكان طبعا يعني حدث مميز جدا حقيقي. حدث والصالات حضرتك والتنظيم الصالات اللي اتبنت بالظبط يعني كان في بادجت محترم محطوط
عشان تطلع رياضه او بطوله تليق فعلا. طيب خلينا بص احنا هناخدك من شويه المكان لمكان بس يعني كله في اطار واحد. نروح للتمثيل مره ثانيه. اكيد اي فنان مش هقول في بدايته انت بقالك فتره برضو بس يعني بيبقى وجوه جديده بيبقى في ناس كده معلمه معاها سواء بقى قدام جدا او حاليين. مين من الممثلين اللي انت بتشوف مش شبه معتز بس معتز بيحس ان الممثل ده بيتعلم منه يعني معتز بيتعلم من هذا الشخص؟ وعلى فكره ممكن تبقى ممثله مش 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 غلط يعني مش لازم يبقى ممثل كاداء كتفاني في العمل ك زي ما بتقولوا في اللي بيلبس الشخصيه. مين من الرموز؟ يعني من الجيل الحالي دلوقتي اللي هو الجيل الشباب اللي بنتفرج عليه انا بحب استاذ كريم عبد العزيز جدا. مش عشان انا كنت معاه في الاختيار لا والله يعني معظم هو شخص جميل ومحترم على المستوى الشخصي لطيف جدا يعني انا اتعاملت معاه في مرتين في المسلسل بس اقرب الناس ليا واصحابي عارفين ان انا واحد من جمهور استاذ كريم عبد العزيز. يعني انا اي فيلم كان بينزله من زمان ممكن اخشه المرتين والثلاثه. انا بحس فيه الفنان الكامل في كل حاجه الكوميديا الدراما الاكشن يعني هو يعني وانسانيا وشخصيا كمان بني ادم رائع بصراحه يعني طبعًا. فنان بمعنى الكلمه في كل حاجه. وانت مشاركتك في الاختيار 2 قطع بيك شوط ووفر عليك مجهود كبير اي حد لسه في مستهل مشواره التمثيلي بيدور عليه فكره الانتشار. فاعتقد ان يعني لازم تكون ممتن جدا للعمل ده لان هو فعلا وفر عليك كتير. بس انت بشكل عام حاسبها ازاي؟ هل مخطط لنفسك؟ هل حاطط لنفسك بلان؟ هل في خطوات معينه انت كاتبها كده بالترتيب عايز تمشي فيها ولا عايشها يعني اليوم يعني الكم ولا الكيف عايز يعني في ناس في البدايه عارف كان يقول لك انا عايز اظهر كتير في ناس يقول لك لا انا عايز اظهر في ادوار يعني معتز بالزبط. فعلا راسم نفسك ايه؟ لا انا مش عايز يعني بعد الاختيار وانا بصور حتى الاختيار في رمضان اتعرض عليا دور في مسلسل واحنا بنصور يعني كان اخر 15 حلقه في العمل ده انا اتبعت لي السيناريو وقريت كل حاجه لا حاجه مش هتضيف لي حاجه يعني زي ما حضرتك قلت انا لسه في البدايه وفي دوت مشوار بس مش عايز اعمل اي حاجه وخلاص اللي هو هايل ان انت عندك قوه الرفض. رفضت قلت لهم يعني حسيت ان انا الاختيار لغايه دلوقتي مسمع والناس طبعا. بتتكلم عليه بطريقه كويسه طبعا. حط معتز في مكان كويس واللي جاي ان شاء الله لازم يكون بنفس قوه المسلسل بنفس فكره الجمهور صعب المهمه بقى يعني فكره ان انت برضو كنت طرف رئيسي في عمل بالكيفيه دي في عمل زي الاختيار 2 هتخلي اللي جاي بالنسبه لك في حته برضو الموافقه او الرفض مش سهل. لا طبعا مش سهل بس حسب برضو الدور هيفيد ايه. ما انا مش عايز اعمل حاجه ابقى متواجد فيها وخلاص عايز اعمل حاجه تعجب الناس حاجه تشوف ان معتز قدم حاجه مختلفه معتز حاجه دي. يعني انا كان الدور اللي حسيته برضو كان مختلف وكان صعب دور مهدي في مسلسل جمال الحريم ده شاب بيحب الموسيقى بس كفيف وهو مش حكايه ان واحد بيحب الموسيقى وكفيف بس لا هو اوير بكل حاجه حواليه ملم بالدنيا ملم بالناس بتتكلم ازاي بيعمل ايه ودايما كان كل كلامه بيطلع رسائل نصايح وتوجيه للبنت اللي بيحبها معاه. انا اتفرجت على المسلسل ده كان دور صعب طبعا يعني اكيد صعب يعني اقول لحضرتك على حاجه والله ما يمكن نهاند ما تعرفهاش انا الدور ما اتعرض عليا رفضته مرتين كنت خايف منه جدا اصل انت يا تعمل حاجه الناس تصدقك وتحبك فيها يا تعمل واحد اعمى لا وده كمان عايز استعدادات من نوع تاني ثلاث شهور يعني ده يعني قعدت ثلاث شهور بستعد ان انا اصور طبعا اكيد. طب معتز ممكن تقدم عارف زمان كان يقول لك الوجوه اللي هي بقى الابطال مش عايز يقدم دور شرير بس دلوقتي بتهيألي الفكر اختلف انت ممكن تقدم شرير ممكن تقدم شخصيات مختلفه مش لازم تقدم الشخصيه اللي هي الناس هتحبها يعني انا طبعا عايز الفتره الجايه اطلع من حته مثلا زي الظابط او حته الشاب اللذيذ الطيب او المثالي الاقرب لا عايز اخش في حاجات وشكلك ما يتحكمش في ده ولا دي بتاعه المخرج هو اللي يقدر يوظف الشكل حتى حسب الدور لا بصي الممثل لو عايز يعمل اي حاجه هيعملها انت بقى بتحاول طبعًا. تغير في وشك في رياكشناتك شويه في ملامح الشخصيه ولا مثلا لو جالي دور شاب مثلا شرير مش لازم بقى اطول دقني واعمل كده لا ممكن يبقى اطلع من الكلام ممكن بالبصه طبعا تقول ده جواه سم عكس مثلا التكشيره وزي الافراح شفت اهي الورش عملت شغل طبعا انت نورتنا النهارده واسعدتنا بوجودك وبنتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح اللي في الدنيا الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله نورتنا يا معتز وهنشوفك ان شاء الله قريب بقى في عمل محترم باذن الله ان شاء الله انا اللي مبسوط ان انا كنت معاك نورتنا. فاصل سريع ونرجع الفقره الاخيره هتكون مع كابتن احمد فوزي حارس الاهلي السابق.